فكتبنا هاي حاليا 3 وراح هيك 4 بنشيك اذا هو empty او لا. هاي بيكون وايد سهل يعني. وشنو هني؟ هني ما بنخليه في while، ما يحتاج مرة واحدة بتشيك هو اذا فاضي او لا، بيحط data بعدين بتشيك. يعني مو معقولة بتشيك فاضي نفس اللحظة برد بتشيك فاضي، مو معقول. فهني شنو بيقول له system.out نقول له مثلا، وما بيكون في شيء انتر دايم دايركت بيكون الهاي. وعندي true or fault، ممكن احنا نزيد اشياء ثانية ان نادي مثلا نادي الميثود مثلا، نقول ان عندي هالكثر شخص موجود بعد يصير، ولكن لان اوريدي عندنا هالخيار فخلنا نحطه بس حق اذا فاضي او لا. تمام، هو مفترض هالاثنين نختصرهم خليهم يعني في مرة واحدة. يعني مثلا هني نخلي شنو؟ نخلي check if the roster is empty. check if the roster is empty هاي نحتاج عدل. زين بعدين and the number of the students in the roster. تمام، مو مشكلة، خلها حاليا نخليهم كذي بعدين نشوف. شنو بنقول له؟ بنقول له نقدر ناخذ نفس السؤال اللي خليناه هني نحطه هناك بدون رقم. بعدين زائد هني شنو نقول له؟ نقول له رستر دوت افترض هني از امتي وبس. تمام، نشيك الحين، نشغل البرنامج. هاي اول مرة بنشيك. اوبس، مو هني، هني مفترض عطاني هني، شوف هني فوق check if the roster is empty عطاني true انه فاضي صح. خلي شوي نسوي تعديلات، اول شي نخلي هني سبيس، وثاني شغلة خلي نحط بعد مثلا شي end the program عشان يكون شوي عندنا مسافة ازيد انه يطالع. نقول له مثلا خلينا نحط نجوم. ونحط كذا سيستم دوت اوت فاضي عشان يكون شكله مرتب شوي بزيادة. 2 3 بس يعطيني مساحة. كذي. فالحين خلينا نشيك مرة ثانية. مفترض هنا اقول له انتر ا نمبر، بعد خلينا نضيف هاي. هني عقب هني بنخلي له انتر ا نمبر، خلينا نحط زائد سطر وننزل. لان ما يبان عدل. يا تشوز ا نمبر احسن. خلي له هني نقطتين عشان يعرف انه يحتاج يخلي رقم.
نقدر شو نسوي؟ نخلي هاي بروحها، الأفضل ما نخلي داخل system dot يعني system dot out learn print، الأفضل نخليه system dot out ولكن شنو؟ ما يكون print line ويكون كذي، عشان ليش؟ في نفس السطر يوم يحط القيم يكون نفس السطر، يكون كذي وايد أرتب. خلنا نشوف. نحتاج ندز شوي عشان يكون مرتب. حطه ويا الصفر، الصفر يمكن اضبط. شغل مرة ثانية. وخله شوي بعد النزلة سطر. عشان يكون مرتب. الحين حتى لو شلنا هاي لصقناه هني بعد اوكي. شوفوا الحين ايش كثر مرتب، يبان ان هاي لستة وهني يقول لك حط رقم وبنحطه هني. قلنا احنا نبي نشيك اس ام تي بنقول له 4. شوفوا هني لانه ما طلع لي كامل 4 زين، اعطاني سترو وشوي اعطيناه مسافة عشان نعرف. مفترض نخلي هني، مفترض شنو نخلي؟ نخلي مثلا الافضل نخلي مثلا ان انتر اني ثينج تو باس، بس نخلي كذي عشان يشوف المفترض شنو نخلي؟ نخلي اي شيء، ما يحتاج نخلي هاي، نحط اي شيء انه دخل اي شيء بس عشان يطوف المسج وما يطلع لنا المنيو هاي. تمام، انه يصير نوع السبيس، نوع يعني هولد، انه ينتظر افضل بيكون من من كذي. فبنرجع هني المكان نخلي ذيلين، بنخلي الريد زين ونقول له system dot out يا press anything to continue، وبيكون هني شنو النقاط كذي. وبنخلي هني الريد، ممكن ما نخلي داخل variable ما يحتاج، بس نقول له هني next بيكون كذي اضبط، انه بينتظر ما بيودينا المنيو مره ثانيه، بينتظر نضغط شيء سبيس او اي شيء بس عشان يودينا، بيكون كذي اضبط. هني مثلا خلينا نقول شنو قلنا؟ قلنا 4 اوكي. شو هني بيعطيني مجال ان اقرا اوكي سترو، بعدين بضغط انتر مثلا او برنت، خلينا نضغط برنت. اوكي برنت ما يصير، لازم نحط اي شيء. تقدرون تضبطون هاي ولكن بيصير يعني بنكتب وايد ما له داعي، بنكتب مثلا اف طلعني من الهاي زين، او نقدر نخلي حرف نقول له press c to continue يكون افضل وواضح. تمام، فهني مثلا نقول له press C to continue. اوكي هو بيعرف بس بيكتب C بيكمل. فالحين شنو بنسوي؟ بنضيف طالب وبنشوف هل هو امتي مرة ثانية او لا. بنقول له 1 2018 خلينا نقول دي اف دي اس اللي هو ام يا ان، اوكي ان بعد اذا نو ما نبي نضيف كورس. الحين بنختار شنو؟ بنختار اذا امتي او لا، بنقول له 4 اعطاني فولس، ونقول له سي رجعني حق شو اسمه.
تمام، هاي نسبة حق 4. خلينا نروح حق 5 ان نشوف ال number of student. هاي بيكون بالنادي size مال ال roster، نقول 5، نقول system.out. بنسوي بنفس الطريقة اللي هني، بنخليه يقرأ وكذي بيوقف بريك عشان نعرف، نقدر نشوف بعدين في حال نبي نكمل نقول له اضغط لنا، اضغط سي عشان ترجع حق المنيو. فهني بنقول له يكون هني student. مو تقدرون يعني اذا واحد يبغي مثلا وين يكون بس student، وهاي شغلات اف زين. خلينا نقول number of student roster بدون ما نعقد يعني، بس نخليه يساوي خلاص a plus. هني شنو بيكون؟ بيكون roster dot عندنا اعتقد get student. اعتقد كان في شيء في السايز، خلينا نشوف الميثودات. يعني كان عندنا ميثود يطبع لي السايز، بنستخدم هالميثود list size. تمام بيطبع لي اياه. خلينا الحين نجرب. على فكره طريقه ان بالصفر نسك الهاي مو عملي، لان ليش ما قاعد يسك لي البرنامج لو تلاحظون هاي كلها شغال. فخلنا نحط صفر علشان شو اسمه يسك لي البرنامج. زين الحين خلى اول شيء بنروح دايركت نشيك 5، قال لي صفر سي تو كونتينيو. خلنا نضيف واحد نينو. فالحين بنروح مرة ثانية 5، بنشيك اكو عندي 1، فاوكي شغال. اذا كل ما نضيف بيطلع لنا الرقم، نقول السي بعدين 0 بسك لي البرنامج. زين خلينا نروح حق 6. 6 اللي هو get student by ID. زين هني هاي مو سيرش، هاي نبي الستودنت نسوي فيه شيء، او نسوي ديليت حق المواد اللي عنده، او نسوي له اد. تمام فالحين نبي نستدعي هالستودنت، فنفس الباقي بنقول له انتر ستودنت اي دي وناخذ الرقم. عقب ما ناخذ الاي دي هني مفترض يا نضيفه، اعتقد هني نقدر نخلي كذا احتمال، نمسحه تمام، نضيف له كورس، نمسح له كورس. هو في العاده نمسحه ما اعتقد شو اسمه من هني. خلينا نشوف هو شنو مفترض يعطينا من الطالب. يمكن اعتقد هني بيطبع لنا الديتيلز مال الطالب. اذا قلنا get هاي، خلونا نحط له 4 اوبشن. اول شيء نقول اذا هاي موجود او لا، زين get student by id. زين نخلي هاي نطلع الترتيب ماله.
طلع الترتيب ماله، نطبع الديتيلز ماله، خلينا نسوي كذي. اذا نبي نسوي لا ديليت ولا اد كورس ولا ديليت كورس، ايه خلينا نشوف شنو بي الاي دي. خلي اول شيء نطبع الديتيلز ماله، تمام، لانه بيصير نفس الشيء هني. تشوف هني فرونت 10 تمام. احنا نقدر نشيل 9، نخلي جيت اي دي يسوي نفس الشغلة، تمام، نشيل 9 كامل. اوبس، وهنا نخلي 9 لانه نفس الشيء اعتقد. ونقدر نضيف بعد زيادة ان شنو تبغي تسوي هالطالب، تبي ديليت، تبي تضيف له كورس، وهاي كذي يعني. وهني خلينا نزيد، لانه احس مو منطقي انه يكون اثنيناتهم موجودين ويشيل هالكيس مال داي. اوكي، الحين قضينا الديتيلز. اول شيء بنطبع كل المعلومات اللي عنا، بنستخدم شنو. بس قبل هاي لازم يكون موجود او غير موجود. خلينا نرجع حق ميثود get student. شوف هني get student يعطيني، ما حطينا له اذا في خلل، ولكن اكيد اذا في خلل بيطبع لنا. فعشان ما نطيح في هالمشكلة، فخلنا نستخدم search في البداية عشان اذا في خلل يشيله، ما نبي يطلع لنا خلل من نوعية ال array list. فبنسوي research. اول شيء بيقول له تجار اندكس اكستر دوت سيرش، وبنخلي الاي دي هني. بعدين بنخلي له اف اندكس نبي نخلي نخلي not equal minus one، تمام. والإلس، وهني خب أكيد بيكون بريسي لأنه بنسوي كذا شغلة. والإلس بتكون عبارة عن snot out student. خلنا نكتب هني not found. هني شنو بيكون؟ خلا اول شيء نطبع الديتا مالته كامل. فالديتا خلينا نشوف الديتا شلون كنا نطبعها. راح حق اخر ميثود، بس يبغي الاي دي. اوكي، فهني بنقول له ما يحتاج حتى سيستم دوت اوت لان هاي اوريدي void. فنقول له restore دوت print ونعطي الاي دي، وهو بيتولى لي في كل هالموضوع. بعدين عقب ما طبعنا الاي دي هني نقدر نسأله، نقدر الوايل يكون اصلا وين الوايل. مفترض نخليه برا عشان كل مرة نسأله. نعطي تشويزس هني ان شنو تبغي نسوي فيهم، تبي نمسحهم وهاي. ولكن انا اشوف الافضل ما نسوي، لان ليش؟ بنحتاج سويتش ثاني، فسويتش في سويتش احس انه صاير فوق المطلوب. ولكن اعتقد انتم فاهمين الفكره. نخلي سويتش
وبعدين على حسب كل كيس نضبطه. انا اشوف لحد هني بس نطبع الديتيلز مال الطالب كفايه تمام، بس نخليه داخل لوب انه اذا يبغي يشوف ديتيلز طالب ثاني هاي بيكون اوكي. فبنكتب دو نفس اللي سويناه من قبل البريك، بنروح حق اقرب واحد اوكي، بناخذ هاي وناخذ مسج هني ونحطه وين؟ نحطه هني. ممكن نغير هني do you want to search، هني do you want get another student، هني اذا اس اذا يس خب اوكي، اذا لا بيوقف البريك. ايه خلينا نشيك الحين نشوف، خلينا نضيف طالب 2018، خلينا نحط اسم عدل لانه بيطبع لنا، بعدين ميل نو إذن خلى الحين نروح نطلع هالطالب شنو كان الاي دي ماله، اعتقد 2018. زين نروح اي واحد 6 2018، ثم تشوفون طبع لي كامل ديتيلز اللي حق هالطالب، الاسم ويا الهاي. خلينا نقول يس نبي نروح حق طالب ثاني بس عشان تشيك في حال خلينا اي دي ثاني، قال لي هالستودنت مو موجود تمام، فبنقول له نو طلع لي من الهاي. فنسبح حق هاي الحين نسبة حق ال get student، خلي الحين نسوي add course. زين ان الطالب already موجود ولكن نبي نسوي له add course. هني صار مو مرتب فخلينا نضبطه بعد. تمام هاي ضبطناه، بنروح حق الحين add course. add course احنا اوريدي كتبنا الكود فبس مجرد بيكون كود بيست. حتى ما احتاج نعور راسنا، نروح حق اول كيس do you want to add course، من مكان هاي بناخذ بس اول سطرين حق الاي دي وبنخلي في كيس 7. مفترض كل كيس نكتب عليهم كومنت، هاي اللي بنسوي بعدين ان كل كيس شنو شغلته، لان تشوفوا نتخربط 7 شنو 8 شنو، بنحط عليه كومنت اد ديليت، ناخذ لين بس مجرد نسوي لهم كومنت. اد كورس بناخذ هاي كامل، خلينا ناخذ ويل كومنت بعد مرة واحدة. ونخليه في كيس 7. زين خذينا كل الديتيلز الاسم وهاي النمبر كل شيء، بعدين سوينا له اوبجكت اوكي، وهني object وضفناه. بعدين do you want to add another course، بنقول له yes وبيكون هاي do while. تمام بنخلي do while علشان نفس الطريقة، بنقول له هني do انه يتكرر في حال يبي يضيف كورس ثاني، ممكن ما يحتاج كل مرة يدش من المنيو. وناخذ copy من اي تمام، هاي بيكون هاي اوريدي جربنا الكود اعتقد. خلينا نجرب الكود الحين، نسوي له اد
بس الطالب بيكون already موجود. خلينا نقول 1. ما نبغي من هنا، ممكن من هنا لكن ما نبغي، نبغي من 7. حط كود الطالب، مفترض نشيك هل الطالب موجود او لا، في حال مو موجود يعطينا فولس، هاي بنضيفه بعد. خلينا نقول 214 data 513 مثلا ترو انه صار اد. تبغي بعد؟ خلينا نقول يس. هني مفترض ما ياخذ الاي دي مره ثانيه، فمن كذي الظاهر هاي بنخليه في البدايه. خلينا نعدل هالاشياء، نعدل شغلتين، انه ما ياخذ الاي دي مره ثانيه ما له داعي خلاص، بس ياخذ الاد، فما بنخليه في الدو، بنخليه فوق. وبعدين شنو اذا الطالب مو موجود؟ يقول له الطالب مو موجود. تمام، هاي بس مرة واحدة بيقراه، بنخليه فوق. وقت اللي ياخذ الطالب موجود بيكمل، في حال مو موجود نقدر نخلي اف داخل الدو، زين، ان نطلع دايركت يكون افضل، لان في حال الطالب مو موجود مفترض نعطيه مجال بعد. حط بنخلي له هني، نخليه يشيك، يمكن الطالب مو موجود، شلون نسوي اد حق طالب مو موجود؟ الباث اللي تحطونه تقللون نسبة الخطأ وايد، في حال ان اي واحد شيك البرنامج بالغلط نسى شيء او شيء ما يطلع له ايرور. وبنشيك هل قل هاي موجود، بنسوي سيرش، بنحط كل هاي في اف، بناخذ الكود. خلينا ناخذ الكود مال السيرش، كوبي من وين؟ من هني بالضبط. اي بالضبط نفس الطريقة، صاير بالضبط نفس الطريقة، فلأن بنستخدم الاندكس مرتين الظاهر بنعرفه فوق. فهني خلا نعرف هاي كامل هني، خلينا نشوف اندكس، ما عنده مشكلة ويا الاندكس. اوكي مدام ما في مشكلة، اوكي هاي هني not equal minus one، كامل اللي تحت نحطه وين؟ في الاف. ايه بنحطه في الاف هني كامل. خلينا نشيل هاي، وهاي بعد خلينا نحطه فوق عشان نعرف شنو الديتيلز. زين فهني في الالس، الالس اعتقد ما يحتاج، بس ايه نحتاج نخلي له سطرين لان بنكتب مسج وبنخلي اللوب يشتغل مرة ثانية اوتوماتيك يصير يس. فبنقول له this، خلينا نشوف، خلينا ناخذ المسج اللي هم اللي كتبناه من قبل، ايه عشان ما نرد نكتبه. بنضيف على المسج بنقول له please try again automatic كان، يعني نقدر نخليه انه شنو يضغط سي عشان يكمل. ايه يضغط سي عشان يكمل، والانسر يكون اوريدي يس عشان شنو؟ علشان ما يطلع من اللوب. انسر ايكوال يس، تراي اجين بليز.
خلينا نقول نفس المسج اللي كنا نكتبه. هاي بناخذ نفس المسج بالضبط، ولكن شنو بنقول لهم؟ نقول له press C، يا press yes to continue. نشوف الحين ونخلي هنا read نفس المسج. انا اعتقد اوكي نفس المسج، بس يضغط سي يكمل. خلينا نقول press C، لا anything، press C to continue. هني anything ما يحتاج. press C to try again، to try again، بس نغير هالمسج. وحتى continue اوكي انه عشان تكمل. وبنطبع نطبع هني try again. وهني نقول له read dot next. والحين خلينا نشيك نشوف اذا في خطأ او لا. بنحط واحد، نحط طالب، نو زين. بنروح الحين حق add course 7. خلينا نحط رقم غلط نشوف شنو يطلع لنا. قال لنا student I not found، press C. ممكن كنا خليناه في سطر واحد افضل، مو مشكلة بنعدله بعدين. اوكي ضغطنا C. هنا مرة ثانية عطاني ال ID، بحط ال ID الصح. الحين عطاني ال chance انه احط ال details، افترضت كذي اوكي 5 بعدين 15 بعدين قال لي تبغي مرة ثانية، بنقول له نو. إذا نبغي مرة ثانية بعد يصير هنا 0 خلاص. فبس نعدل هاي try again. خلنا نحط هني and try again يكون أفضل. تمام، هاي نسبة حق الاد اوريدي سويناه.